تمكنت مصانع الأمن الحضري الياسمين بأمن دائرة بيجير من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تستعمل القصر في المتاجرة بالأقراص المهلوسة. الشبكة الإجرامية كانت تنشط بحي 1520 مسكن المعروف بحي النور المتواجد شرق مدينة وهران، حيث بعد عملية ترصد لأحد القصر أسفرت عن توقيفه متلبسا وبحوزته 200 قرص مهلوس بأنواع مختلفة. أفضى التحقيق إلى تحديد هوية باقي أفراد المجموعة الإجرامية الناشطة بالحي وعناوين إقامتهم.